أستغفر الله ربي وأتوب إليه عن جميع ظلمي وجوري وإسرافي على نفسي، وأسأله التوبة التوبة التوبة. إلهي، طالما نامت عيناي وقد حضرت أوقات صلواتك وأنت مطلع علي، تحلم عني يا كريم إلى أجل قريب، فويل لهاتين العينين كيف تصبران على تحريق النار. إلهي، طالما مشت قدماي في غير طاعتك وأنت مطلع علي، تحلم عني يا كريم إلى أجل قريب، فويل لهاتين القدمين كيف تصبران على تحريق النار. إلهي، طالما ركبت نفسي ما نهيت عن فحلمت عنها يا كريم إلى أجل قريب، فويل لهذا الجسم الضعيف كيف يصبر على تحريق النار. إلهي، ليتني لم أخلق لشقاوة جسدي. إلهي، ليت أمي لم تلدني. إلهي، ليتني لم أسمع بذكر جهنم وسلاسلها وتثقيل أغلالها. إلهي، ليتني كنت طائرا فأطير في الهواء من خوفك. إلهي، الويل لي ثم الويل لي إن كان إلى جهنم محشري. آه آه بأعلى أصواتكم. إلهي، الويل لي ثم الويل لي إن كان في النار مجلسي. إلهي، الويل لي ثم الويل لي إن كان الزقوم فيها طعامي. آه آه بصرخة عمتي زينب. إلهي، الويل لي ثم الويل لي إن كان الحميم فيها شرابي. إلهي، الويل لي
ثم الويل لي إن كان الشيطان والكفار في أقراني. أستحشرني غدا مع أعداء علي؟ يا الله أنا والله أنا والله يا الله محب للحسين. إلهي الويل لي ثم الويل لي إن أنا قدمت عليك وأنت ساخط عليك، فمن ذا الذي يرضيك عني؟ والله احنا مو مرتاحين في هالدنيا، وانا صاحب العصر والزمان، ليس لي حسنة سبقت لي في طاعتك ارفع بها اليك رأسي او ينطق بها لساني، ليس لي الا الرجاء منك، فقد سبقت رحمتك غضبك، عفوك عفوك ما لي لا أبكي، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه وآله وسلامك، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. صدقت صدقت يا سيدي، ليس يرد غضبك إلا حلمك، ولا يجير من عقابك إلا عفوك، ولا ينجي منك إلا التضرع إليك. أتضرع إليك يا ربي تضرع المذنب الحقير، وأدعوك دعاء البائس الفقير، وأسألك مسألة المسكين الضرير. فصل على محمد وآل محمد، وامنن علي بالجنة، وعافني من النار جميعا، فأعتق رقابنا من النار. ومعنا يا رب ومن أنا؟ وبما سأناجيك وأنا بعد أقل الأقلين وأذل الأذلين ومثل الذرة أو دونها؟ أنا المسيء، فيا من لم يعاجل المسيء ولا يندغ المترفين، ويا من يمن بإقالة العاثرين ويتفضل بإنظار الخاطئين، أنا المسيء المعترف الخاطئ العاثر،
أنا الذي أقدم عليك مجتنئا، أنا الذي عصاك متعمدا، أنا الذي استخفى من عبادك وبارزك، أنا الذي هاب عبادك وأمنك، أنا الذي لم يرهب سطوتك ولم يخاف بأسك، أنا يا الله أنا الجاني على نفسك، أنا المرتهن ببليتك، أنا القليل الحياة، أنا الجاني على نفسك، أنا المرتهن ببليتك، أنا القليل الحياة، أنا الطويل العناء، سيدي بحق صاحب هذه الليلة وبحق أبناء علي، بحق الحسن وبحق الحسين، بحق تلك اللحظات التي كان رسول الله يأخذ بقميص الحسين ويقبل على صدره، وبمن صفيته لنفسك بحق من اخترت من بريتك، ومن اشتبيت لشأنك بحق من وصلت طاعته بطاعتك، ومن جعلت معصيته كمعصيتك، بحق من قرنت موالاته بموالاتك، ومن نطت معاداته بمعاداتك، تغمدني في يومي هذا بما تتغمد به من جار إليك متنصلا وعاد باستغفارك تائبا وتولني بما تتولى به أهل طاعتك. إلهي العاف، إلهي العاف، إلهي العاف، إلهي العاف، إلهي سيدي ومولاي، ارحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي، وفي القبر وحدتي، وفي اللحد وحشتي، وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي، واغفر لي ما خفي على الآدمين من عملي، وأدم لي ما بي سترتني، وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي،
وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أستأنس بغيرك يا سيدي إن وكلتني إلى نفسي هلكت سيدي فبمن أستغيث إن لم تقلني عثرتي فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعتي وإلى من ألتجئ إن لم تنفس كربتي سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني العاف اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم زيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه زيارة أمين الله صلى الله عليك يا أبا الحسن يا علي ابن أبي طالب السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه جميعا اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضلي ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة لسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك
اللهم إنا قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارعا وأعلام القاصدين إليك واضحا وأفئدة العارفين منك فازعة وأصوات الداعين إليك صاعدة وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحولة والإغاثة لمن استغاث بك موجودة والإعانة لمن استعان بك مبذولة وعداتك لعبادك منجزة وزلل من استقالك مقالة وأعمال العاملين لديك محفوظة وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة وعوائد المزيد إليهم واصلة والذنوب المستغفرين مغفورة وحوائج خلقك عندك مقضية يا الله بحق أمير المؤمنين وجوائز السائلين عندك موفرة وعوائد المزيد متواترة وموائد المستطعمين معدة ومناهل الظماء مترعة اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي أعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير بعلى أصواتكم بالهم تترقب رجعت والدها والمهجة تلهب من سمعت عنه بمحرابة صوب نادت بالمحنة للوالد تنحب سلام الله عليك يا أمير المؤمنين
يقول الراوي وفاضت دموع أمير المؤمنين على خديه وهو يقلب طرفه وينظر إلى أهل بيته، فنظر إلى الحسن والحسين وفتح يده وضمهما إلى صدره وعيناه تغملان دموعا ثم أغمي عليه. سلام الله عليك يا أبا الحسن. فعندما فاق علي بن أبي طالب نظر مرة أخرى إلى الحسن وجرت دموعه على خديه ممزوجة بدمه وقال يا أبتاه أتبكي يا علي؟ وأشار إلى الحسن وقال أما أنت يا أبا محمد ستقتل مظلوما مسموما مضطهدا. ثم أشار إلى أبا عبد الله الحسين لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، ألا من مناد أيوا حسينا بأعلى صوتكم أيوا إماما أيوا غريبا إلهي بالضلع المكسور يا الله يا صاحب الزمان. ثم أشار إلى الحسين وقال أما أنت يا أبا عبد الله فأنت شهيد هذه الأمة، سوف تذبح ذبح الشاة يا حسين. أيوا حسينا. وترض أعضاؤك بحوافر الخيل. ويطاف برأسك مماليك بني أمية، وإذ بها السيدة رقية تنظر إلى رأس أبيها، أبا من الذي أيتمني على صغر سني؟ أما أنت يا زينب وحريم رسول الله تسبى. يا أمير المؤمنين صلى الله عليك وعلى بدنك الطاهر يا أبا الحسن. يا الله يا محمد يا علي يا فاطمة يا صاحب الزمان أدركني إذا خاطرك تقول شيء حق الحجة، عندك كم لحظة تتكلم مع صاحب العصر. ماذا تريد أن تسأل الإمام؟ يا صاحب الزمان أدركني.
يا صاحب الزمان أدركني، يا حجة ابن الحسن أدركني، يا مولاي ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبي رضوى أو غيرها، أمضي طوى. عزيز علي أن أرى الخلق ولا بحق العباس، بحق اليدان المقطوعتان، أنا سائلك يا ابن فاطمة، ليس لي أحد سواك، ذبت في حبك يا مولاي، جردني ذنوبي وجردني معاصي، لم تنظر لي فليس لي أحد سواك، أنا الفقير البائس المسكين، والله أنا ندمان، أتوب إليك توبة نصوحا، والله أدري بأن قلبك مجروح، يا صاحب الزمان عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. يا الله، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، وأيد حماة الدين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم رد كل غريب، اللهم فك قيد كل سجين، اللهم فك كل أسير، سيما المنظورين يا الله يا كريم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا الله اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، فثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. إلهي
هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، وتصل إلى معادن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. الحمد لله رب العالمين، نعم المولى ونعم النصير. اللهم كن لوليك في أعلى أصواتكم صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وليا. ما شاء الله، قائدا وناصر ودليلا ودليلا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآل الطاهرين.